ندوة مهمة اليوم اللي قام بتنظيمها المرصد الوطني للمجتمع المدني، يعني تدخل في إطار الديمقراطية التشاركية والإعداد للورشات التي منها ستكون هناك مخرجات لتهم المجتمع المدني والجمعيات النشطة في هذا الإطار. أكثر من 100,000 جمعية حاضرة في الجزائر اليوم، يجب تطويرها، يجب أن تكون عندها موائمة مع التحديات والرهانات الجديدة يعني اللي راهي تواجه الجزائر في محيطها الاستراتيجي. نحن من جانب الاقتصاد كخبراء اقتصاديين أنا هنا في حاضرين في 5 ورشات من أجل يعني إعطاء زخم وإعطاء ديناميكية كبيرة لهذه الجمعيات، من أجل هذه الجمعيات تعود عندها ربما الاستقلالية الذاتية خصوصا في جانب التمويل والحصول على موارد جديدة، لأنه اليوم الهدف من هذه الجمعيات أن تكون جمعيات منتجة، إما منتجة يعني اقتصاديا أو حتى منتجة فكريا، وهكذا تقوم باستقطاب الشباب الجزائري والمرأة الجزائرية في إطار يعني منظم، إطار رسمي، من أجل يعني الاعتماد عليها يعني التحديات والرهانات اللي راهي تواجه الجزائر.